جبت له 3 دكاترة قالوا ما عندوش حاجة. فكرة تحاسبه يا حسن، ده ابويا. بس دي حاجة غريبة قوي، ده بقاله مدة طويلة ما طلعش من البيت، اكتر من 2 شهر. واللي زاد عليه انه مش عايز يتكلم مع حد، ده حتى الاكل بياكل بالعافية. طب والقهوة؟ القهوة حالها في النادي وما بقاش سائل في حاجة خالص. يا خبر ابيض، انا ليا بصحيح عمال اكلمك عن ابويا، نسيت اسالك عملت ايه مع ربيع؟ الراجل مقتنع بيا جدا، وعمل لي تصريح من نقابة الموسيقيين، وقدمني لاكبر ملحنين، وعمل لي عقد بخمس شرايط، كل شريط ب5000 جنيه. بس مش هعمل اول شريط لما اغني في التلفزيون. وهتغني في التلفزيون ازاي؟ هيقدمني باللحن الجديد في لجنة الاصوات. ربنا يوفقك يا حسن يا رب وينصرك ويبعد عنك عنتر. ربنا يسمع منك يا لوحس. بقولك ايه، مش قال الاوان بقى تقدم لابوك واطلب ايدك منه؟ ابويا دريان بحاجه، ربنا يلطف بيه. بس تعجلش يا حسن، اهم حاجه دلوقتي انك تبص لمستقبلك. بس انا حاسه ان ربنا هيوفقك ان شاء الله. مين اجيبك يا امل والزاد بصوتي وصل لك ولا انت منين اجيبك يا امل والزهر لا صوتي وصل لك ولا انت وانا حزين باكي. لو قدرت تفرق بين اي بدله تطلع من تحت ايدي واجدع بدله ايطالي ادفع لك 10,000 جنيه. لا خليهم لك. عموما انا موافق امولك بكل الفلوس اللي انت عايزها، بس بشروطي. شروطك؟ ما تقاطعنيش يا اسطى وخليك معايا، فاهمني؟ انا عايزك تشوف لي مكان ينفع يتحط فيه 100 مكنة خياطة. 100 مكنة خياطة في جراج في بور فؤاد للإيجار؟ لا 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 لا، هشتريه. اه يا علي. اتفضل يا خالتي، شيك ب32,000 جنيه. محدش ياخدها. تسلم ايدك والف سلامة ليك يا خالتي. والله لو من عندي جلسة بكرة مهمة في اسكندرية أنا كنت رحت بورسعيد مع تونة. تونة ما يتخافش عليها ولا يتخاف منها، دي بنت حلال مصفي الله يكون في عونها. متأخر كده ليه؟ يا أخويا بتدور على سنقر، نفسها تثبت براءتها قدام أهل الحارة. هي جت أهي. على مهلك يا أخويا، على مهلك لا تتكعبل. اتفضلي يا تونة، الحمد لله على السلامة. مساء الخير يا خالتي. مساء النور يا حبيبتي. ازيك دلوقتي؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. خدتي الدواء؟ اه. بقول لك ايه؟ نعم. اديكي شايفه اللي فيا، انت بكره هتطلعي بورسعيد لوحدك. حاضر يا خالتي. هتشحني البضاعه على عربيه عم كريم الدسوقي، عربيه تانيه لا. حاضر. عينيا يا خالتي. يا راجل طيب والسكه طويله، مش عايزه ابقى قلقانه عليكي. حاضر يا خالتي. بصي الشيك ده باسم الوكيل ب32,000 جنيه، تديله الشيك يديلك 10 بلات مقفولين. العيد على الابواب يا بنتي. حاضر يا خالتي. ما تشيليش هم. تونا لحظه واحده، في ليك عندي خبر ب1,000,000 جنيه. ايه؟ لقيت سمر. سمر ده ايه؟ انا خلاص بحكم المحكمه طلقتك من الخميس. ايه؟ هو انا غلطت ولا ايه؟ ده انا كنت فاكرك هتفرحي. ليه عملتي كده؟ انا ما طلبتش منك تطلقني من خميس يا استاذ وجدي. هو انت لسه ايه؟ بس انا كنت عاوزه الاول ارميله فلوسه في وشه، وبعد كده كنت انا اللي طلبت الطلاق منه بنفسي. عن اذنكم. فلوس دي اللي هترميها في وشه؟ مش جايز المليون جنيه اللي سرقهم خميس؟ تونة معاها 1,000,000 جنيه ما كانش بقى ده حل. هل سألك ليه لما عرفت ان انا طلبتها من خميس؟ انا غلطان.
انا قلت لك من الاول يا خالتي انها لسه بتحب الخبيث، ما صدقتنيش. يا ابني الصبر طيب، مثير الايام تبين لك الصح من الغلط، ما تتسرعش. مالك يا بنتي سرحانة في ايه؟ انا مش سرحانة ولا حاجة، بس خد بالك انت من طريقك. عدي 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 يا سيدي، انا عارف ده متصربة على ايه. فاهمة؟ حاسب حاسب يا لهوي ايه ده؟ انزل 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 يا اخوانا جبتها اتنين يا اخوانا نفسه بالله يا عم تعليم يا عم تعليم الفتاة الفتاة بقينا نص الليل، الوقت بيجري بسرعة قوي. مين اللي هيرن الجرس دلوقتي؟ نوال، ايه اللي جايبك دلوقتي؟ اقدر ادخل؟ اتفضل. انما ايه الشياكه دي كلها؟ اكيد انت الليله دي معزومه على سهره. اتفضل. ايه دي؟ دي هديه بسيطه علشانك. علشاني انا؟ رقيقه جدا. انما ايه المناسبه؟ اصل النهارده عيد ميلادي. عيد ميلادك انت وجايبالي انا الهديه؟ المفروض ان انا اللي اقدم الهديه. عموما يا نوال كل سنه وانت طيبه. في الحقيقه انا كنت محتاره اقضي عيد ميلادي ازاي، ومين اقرب انسان ممكن اسهر معاه الليله دي. فجيتي الليله دي علشان نحتفل سوا بعيد ميلادك. يا ريت. نوال انت انسانه رقيقه جدا ومهذبة وجميلة قوي، وبتقضي معظم وقتك معايا، وطبعا اي سكرتيرة بحكم طول الوقت اللي بتقضيه مع رئيسها يوم ورا يوم بتتعلق بيه، مش كده؟ انا انتي في حالة حب. انا ملاحظ من مدة انك في حالة حب. بس للأسف يا نوال، للأسف. النمرة غلط. أكيد أنت فاكرة شكسبير وفاكرة جملته المشهورة To be or not to be This is the problem، يعني أكون أو لا أكون، هي دي المشكلة.
وهي دي مشكلتي. يا نوال أنا إنسان في صراع عنيف مع الدنيا مع الأيام. مرة واحد صاحبي سألني أنت ليه ما اتجوزتش يا سيد؟ اندهشت. عارفة ليه؟ لأن اكتشفت ساعتها إن أنا فعلا مش متجوز. أتاريني نسيت أتجوز ونسيت أحب. أنا وال أنا راجل خربان من جوه تماما. ما ينفعش أحب. ومع تقديري الشديد لشجاعتك اللي جابتك الليلة دي، بس زي ما انت شايفة أنا كمان ما ينفعش أتحب. كل سنة وانتي طيبة وعقبال 100 سنة. شكرا قوي يا سيد بيه. يلا بينا. على فين؟ اوصلك، بس الاول هنعدي على افخم محل اجيب لك هديه جميله جدا، وبعد كده هوصلك على بيتك لو سمحتي. لا شكرا قوي، انا معايا عربيتي وهروح لوحدي. عن إذنك. بس أنا عارفة إنك بتحب قوي يا سيد بيه، وفي واحدة تانية في حياتك، عشان كده مش حاسس بيا. نوال! اوعي تاني مرة تتدخلي في حياتي الخاصة، اوعي! نوال انتي واحدة دبلوم تجارة، اللي زيك مش هقول في الحكومة، في القطاع الخاص، اللي زيك مرتبه 300-400 جنيه بالكتير. انتي معانا هنا في الشركة بتاخدي 750 جنيه. يا ريت بقى تحترمي شغلك وتحافظي عليه. حبيني حبيني زي ما انتي عايزة، انا شخصيا ما عنديش مانع، انما اي حاجه تعطل شغلي او تضر بمصالحي اغيرك واجيب غيرك. وعلى ايه يا سيد بيه؟ مش لزوم. انا اسفه، انا اسفه قوي اذا كنت ازعجتك او سببت لك اي شيء من الاحراج. عن اذنك. Thank you.
صباح الخير على القمر، صحيتي من النوم؟ صباح الخير يا اختي. صباح. انت مين؟ انا فتحيه رجب. فتحيه رجب مين؟ يا فندم انا هنا لخدمه سعادتك. خدمه وسعادتك؟ يا دنيله السوداء. بقول ايه لحضرتك، ممكن تتفضلي، الحمام جاهز. حمام؟ حضرتك ليكي شامبو معين؟ شامبو؟ ايوه. ربنا يكبر بخاطرك يا هاني. هاني ايه يا ستي؟ انا شغاله. بقول لك ايه؟ نعم. هاتي من الاخر، احسن انا ضحيت من اخيري ومش طايقه نفسي. قولي لي انا هنا فين ومين اللي جابني؟ حضرتك هنا في فيلا نيفين هانم، وانا ستي تحت امرك، انما مين اللي جابك انا ما اعرفش. نيفين هانم؟ والله انا ما اعرف حد بالاسم ده. مين نيفين هانم يا اختي؟ طب يا ست الكل، ممكن دلوقتي تيجي تاخدي حمامك وانا هبلغ نيفين هانم انك صحيتي من النوم، وهي هتقولك على كل حاجه. ممكن بقى تتفضلي تاخدي حمامك. اتفضلي يا ست الكل. يلا يلا يا ستي، ادي الحمام. ايه مالك ما تخافيش، وادي يا ستي الطقم اللي هتلبسيه بعد الحمام. طقم ايه ده يا اختي؟ خدي جيبه جميله، والفانيلا بتاعتها ايه؟ طقم. فين كمالته؟ فين كمالته ايه؟ اولا دي جيبه وقصيره موضه، هتبقى جميله قوي عليك هي والفانيلا بتاعتها. ما اقدرش البسها. الله. اتفضلي يا هانم. تسلم ايديكي يا اختي، تسلم ايديكي، ربنا يبارك لك. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. اتفضلي الشاي. تشكري يا اختي. انتوا هتفضلوا واقفين كده ما تقعدوا. يلا بسم الله. يلا يلا يا اخويا بسم الله. يلا يا اختي. لا حضرتك الاول اتفضلي. اكل ايه؟ ما هو الاكل كتير اهو، دخل ربنا كتير. انت فاكره يعني انا هاكل كل الاكل ده؟ اقعدي 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 يا راجل. تعالي يا ولدي تعالي. من فضلك حضرتك كلي، احنا هناكل بعد حضرتك على طول. اللي تشوفوه بقى، انا ما عزمت عليكم. شكرا يا اختي. معلش معلش يا اختي. عليا يا محمد بسرعه. انا ايه اللي عملته ده وده وده؟ خير خير، ما حصلش حاجه. اتفضلي معلقه تانيه. اتفضلي. اخر حاجه انا فاكراها، بجري ورا حراميه وقعت على وشي، عربيه جت في وشي، بعد كده فقدت الوعي يا اختي ومش فاكره حاجه. طيب طيب طيب، حضرتك اتفضلي اقعدي واتفضلي كلي. لا انا مش هاكل ولا ادوق طعم الاكل غير لما اعرف ايه العباره. انتوا مين وانا مين ونبين هانم دي مين؟ انا صحيت ميته من الجوع، بس مش هاكل، مش هحط لقمه بوقي غير لما. انت ست نيفين؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ست نيفين. انا كنت عايزه اعرف بس ايه المناسبه يعني؟ جبتوني هنا ليه؟ يا ريتك ما جبتيني، انا كان لازم اروح القسم. ام تحرك مش هتصدقني، والله لو حلفت لها على الميه تجمد ما هتصدقني. العفو يا هانم، انا مش نيفين هانم، انا سكرتيرتها. مش نيفين هانم يا دي الواقعه السوداء. نيفين هانم في انتظارك في كورنر الزهور في الجاردن، بس اشترطت انه لازم ات فيرست تاخدي البريكفاست. اخد يا اختي الفستس، هاتي الفستس واخده عشان اروح لنيفين هانم. اكسكيوز مي، بليز تيك يور بريكفاست، نيفين هانم ويتنج يو ان ذا جاردن، وهتاخد معاكي الشاي. سي يو. قولي لي انت عماله تطط، انا ما فهمتش منها حاجه غير الشاي. قولي لي بتطم بتقول ايه؟ تعالي انا هفهم حضرتك. البريكفاست يعني الفطار، بتقول لحضرتك لازم تفطري علشان نيفين هانم مستنياكي بره في الجنينه. اتفضلي حضرتك. تقولوا كده من الصبح ان الفستس هو الفطار. خلاص اخد الفستس. ما تقولش ليه. فاتن هانم اتفضلي. فاتن هانم؟ انت مين يا ست هانم؟ اتفضلي انت.
نيفين مصطفى، انا اسفه جدا، ما كانش قدامي حل تاني. انت كان مغمى عليكي في وسط الطريق السريع، ولولا ستر ربنا كان ممكن ادوس عليكي بعجل عربيتي. اللي شجعني ان انا انقلك هنا ان ما كانش معاكي ام دحروك، وكان صعب عليا قوي ان انا اسيبك في وسط الطريق السريع وعرض حياتك للخطر واجري ورا الحراميه. شفتيهم؟ ايوه شفتهم، بس للاسف الدنيا كانت ضلمه ما لحقتش اخد نمره عربيتهم، بس انا عملت بلاغ للبوليس من تليفون عربيتي. والله ما انا عارفه اعمل ايه دلوقتي، ام دحروك دي كانت اخر باب مفتوح قدامي، فتحت لي بيتها وساعدتني، اقول لها ايه دلوقتي؟ ان شاء الله كل خير، اطمني. خير؟ وكيل النيابه ومأمور الاسم مستنيينك هنا بقالهم ساعتين. مستنيينك انا؟ ايوه، هياخدوا منك كلمتين، ان شاء الله البوليس هيقبض على المجرمين. وكيل النيابه ومأمور الاسم هنا؟ وفيها ايه؟ احنا هنا كلنا اصدقاء. اهلا وسهلا نيفين هاني. تعبتك معايا يا فكري بيه. احنا تحت امر سعادتك وفي خدمه العداله يا هاني، والحمد لله تم تشكيل لجنه البصوره على الطريق السريع ومسكنا العربيه. والبضاعه وعم كريم ضربوه يا بيه، ربنا يضربهم في قلبهم يا رب، الراجل مش حمل ضربه. لا لا، هو الحمد لله بخير دلوقتي. الحمد لله، متشكرين قوي يا بيه، متشكرين. وعلى فكره زمان عم كريم وصل مصر. وصل مصر يعني سافر وسابني يا بيه. وكمان زمان البضاعه وصلت لام دحروج. الحمد لله الحمد لله، انتوا ربنا بعتكم ليا نجده، ربنا يخليك يا بيه، ربنا يخلي الحكومه ويخليك. انا مش عارفه ارد جماهيركم ازاي، انت ولا الحكومه، ربنا يعلي مرتبك يا رب. وانت يا ست الناس، يا بنت الناس الطيبين، ربنا يخليكي. انا مش عارفه ارد جميلك ازاي. انا ما عملتش حاجه. ازاي ده انت جميلك فوق راسي، ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا ست. طيب اشوف بقى اي حاجه تنزلني مصر، ميكروباص، مشروع تاكسي بالنفر، اي لا حاجة. لا 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 لا، انت مش هتنزلي مصر، انا عاوزاكي. قلتلك لا يعني لا يا ايوب، فهمني ولا انت ايه ما بقتش تفهم اليومين دول؟ انا ماليش ذنب يا سعاده الباشا، الناس لما كلموني انا افتكرت الموضوع ده هيبسطك يا باشا. يبسطني؟ اي حد يتمنى انه يطلع في التلفزيون ويتكلم عن مشاريعه وعن نفسه يا باشا. انا بقى ما بتمناش اطلع في التلفزيون يا استاذ ايوب. امرك يا سعاده الباشا، بس حتى حضرتك تكلمهم ولا تقابلهم؟ لا ولا حتى هقابلهم. يا اخي يا اخي اتصرف انت معاهم باي شكل. قول لهم مثلا الراجل بتاعنا بيحب يعمل فيه صمت، ما بيحبش الدعايه الشخصيه، يعني اعمل اي حاجه. اسمع، ما تنساش تبقى تعمل معاهم الواجب. تعليمات سعادتك اوامر يا باشا. طب يلا بالسلامه. استنى. ايوه سعاده الباشا. اخبار الشغل في الموقع عندك ايه؟ الباشمهندس عامل معسكر شغل وجاب اكتر من 1000 عامل مباني، وبالتحديد 1016 عامل. عظيم عظيم. بص بقى، لو الجماعة بتوع التلفزيون دول حابوا يروحوا يصوروا في الموقع أنا ما عنديش مانع، حابوا يصوروا مع الباش مهندس شخصيا برضو ما عنديش مانع، إنما أنا لا. تعليمات سعادتك أوامر يا باشا. بالمناسبة فاضل عندك كم شقة فاضية؟ ولا شقة يا سعادة الباشا، كل شقة محجوزة ومقدما، والفلوس في البنك، البلد كلها بتتكلم عن المدينة وعن سعادتك يا باشا. طيب يا ريت بقى تبقى تلغينا الجدع صاحبك بتاع الشهر العقاري ده، يشوف لنا حتة أرض تانية. عنده يا سعادة الباشا، بس لا مؤاخذة يعني هو واخد على خاطره من سعادتك يا باشا. وماله يا سي أيوب؟ إحنا نشوف الراجل واخد على خاطره من إيه ونراضيه، وأي حاجة يعوزها أنا موافق عليها بلا قيد ولا شرط. في حتة أرض يا سعادة الباشا بتاعت خواجة إجريجي برضو، أصل الأرض هي كلها بتاعت الخواجات اليونانيين. يظهر يا أيوب إن الخواجات كانوا واكلين الأرض كلها. ودي بقى ظروفها إيه؟ 12000 متر، والموقع إيه؟
اكسلنت، 10/10. عظيم، وانا موافق. ابعت لي الراجل ده بسرعه. وناوي برضه تعملها اسكان شعبي؟ لا، المره دي بقى عايزين نراضي الناس التانيه، نعملها اسكان فاخر. يعني الشقه في العاده في الاسكان الفاخر. اصبر يا ايوب، انت هتفصل في وشي ولا ايه يا اخي؟ ده ما يحسد المال الا اصحابه. ايه انا وين؟ مفيش حاجه يا فندم، دلوقتي الساعه 1 الظهر وحياتك لحد دلوقتي ما اكلتش حاجه، من الصبح قهوه وسجاير بس. الجماعه بتوع التلفزيون لسه عندك بره؟ اي فندم، موجودين وبيسجلوا مع رئيس اتحاد المستوردين، بيتكلم عن المركز التجاري الكبير اللي حياتك عملته في الاسكان الشعبي، وبيقول انه يعتبر مساهمه جاده وفعاله في تنشيط التجاره في مصر. طب يا ريت تخليك معاهم انت ايوب. تعليمات سعادتك اوامر يا باشا. نوال. اي فندم. اوعي حد من الجماعه دول ياخد اي صوره من صوري. لا يا سيدي اطمن، ما تقلقش. وتسمح لي اقدم لك العصير بتاعك؟ اتفضل. تعرف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ في كوبايه ميه ساقعه مشبره. يا سلام، عينيا، بس بعد الافراج ان شاء الله، انما دلوقتي ما وعدكش. شكرا شكرا يا ابو سام، بس ما كنتش ساعه كده. ناس كتير بتقول عليا ان انا محظوظه، انا شايفه غير كده. انا شايفه ان حظي مش قوي وبختي مش ولا بد. انا اتجوزت 3 مرات في حياتي، عندي مجوهرات كتير قوي ورصيد كبير في البنك. يا اختي وبتقولي بختك قليل. ما هي السعادة مش بالفلوس. معاكي حق، والله معاكي حق. اقعدي يا اختي وانا احكي لك. انا جوزي الاولاني كان قبطان بحري، اتجوزته بعد اجمل قصة حب في الدنيا. عشت معاه بين السماء والزهور والموسيقى. فجأة الشمس غابت والزهور دبلت والموسيقى سكتت والمركب غرقت والقبطان مات. مات، الله يرحمه. ورثت عنه تقريبا 500,000 جنيه. ألف رحمة ونور عليه. بس بعد 2 سنين كان لازم الحياة تستمر. اتجوزتي رجل أعمال أرمن، كان أكبر مني ب17 سنة، كان عنده أولاد عملوا له 1,000,000 مشكلة، فاضطر يطلقني. يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. بس بعد الطلاق بعت لي شيك ب250,000 جنيه. لا والنبي، فيه الخير، راجل شهم وفيه الخير. جوزي بقى الاخراني اتجوزته عن اجمل قصة حب في الدنيا. قابلت صدفة قدر يشيل عني الاحزان، كان دايما يبتسم، حتى وهو نايم كان بيبتسم زي الببهات الصغيرين. عارفة الابتسامة دي كان وراها ايه؟ كان وراها سترة بيداري بيها الامه وجراحه. كان عارف ان هو ايامه في الدنيا معدودة، كان عنده كانسر، سرطان في الدم يعني. بعيد عن السمين، بعيد عن السمين والقاعدين، اعوذ بالله. ايوه يا اختي. انا اسفه اذا كنت ضايقتك. لا انا يا اختي اللي اسفه، انا اللي غلطانه، قعدت احكي لك على مواجعي وحركت عليكي مواجعك انت كمان. بالعكس، انا حاسه ان مقابلتنا دي ما كانتش صدفه، ده ترتيب من القدر. والله والله انا ما عارفه اشكرك ازاي، مش عارفه ارد لك جمايلك ازاي دي. هتقدري انت، ياما هتساعديني وتقفي جنبي. انا اساعدك واقف جنبك؟ طب ازاي؟ انا صحيح عندي فلوس كتير كتير، يعني مش طمعانه في اي مكسب مادي، لكن محتاجه وبشده لحد يونس وحدتي. تضيعي وقت يعني؟ طب يا اختي ما تخرجي تتمشي على البحر، روحي السيما، اتفرجي على التلفزيون، ده انت عندك مطرح هنا يرد الروح. انت ما فهمتنيش، انا عايزه شيء يشغلني، شيء فيه اثاره. فيه اثاره؟ تهت والإناء. أيوة تهت والإناء. أم دحروك، أنا أول ما انزل مصر أكلم لك أم دحروك اشتغلي معاها، ده حتى الشغل معاها فيه اللي أنت بتقولي عليه ده كفاية، بس دخلة الجمرك والخروج منها. لا لا، أنت مش هتسافري مصر. هو إيه ده؟ لا بقى، أنا مش سبق وقلت لك
ان انا مش هرتاح ولا يهنالي بال الا لما اعترف الواد سنقر. انتي على الاقل هتقعدي معايا يومين ثلاثه، اولا عشان تريحي اعصابك، وثانيا انا محضره لك حته مفاجاه مش هتنسيكي بس سنقر وخميس، دي هتنسيكي كل الايام الصعبه اللي شفتيها قبل كده. وامتى حصل الكلام ده؟ سؤالي واضح يا ايوب كويس؟ دفعوا ثمن البضاعه ولا لسه؟ بطل الرغي اللي فيك دوت وجاوبني على قد السؤال. دفعوا ثمن البضاعه ولا لسه؟ ها طيب طيب خلاص اسمع، تاريخ الصلاحيه. طيب ايوه انا وائل، جهزي لي العربيه والسواق بعد 5 دقايق بالظبط. ايوه مسافر. ايوه انا وائل، اطلبي لي رجب بيه المعاون، قولي له سيد بيه جاي لك في الطريق، إذا ما لقيتهوش في المكتب اطلبيه في البيت، ما لقيتهوش في البيت اطلبيه في النادي، على الموبايل، في أي حتة، اخلقهولي من تحت الأرض. عايز أروح له ألاقيه مستنيني، مفهوم يا نوال؟ اسمعي، أجلي كل حاجة عندك لغاية ما أرجع من عند رجب. ايه رايك؟ انا مفيش ولا حاجه عجباني. ازاي بقى؟ دي هدوم كلها حلوه، دي هدوم ولا بتوع السيما كده اهو. طب نقيلي موديلين ثلاثه على ذوقك. سيادتك وريني شطارتك. طيب ايه رايك في ده؟ حلو، نقيلي كمان 2 3 وفستان سواري. حاضر. برضو مدام خير، دعيت كل الشخصيات اللي حضرتك طلبتي تدعيها، اتصلت بالتليفون وكلهم هيكونوا موجودين على الساعه 9 مساء. بس انا لقيت ان مناسبه مرور ذكرى سنه على شارع الفيلا مش مناسبه، فقلت لهم عيد ميلاد حضرتك. عيد ميلادي؟ احنا اخر مره احتفلنا بعيد ميلادي كان امتى؟ كان الشهر اللي فات. يبقى لا 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 لا, لا بايخه قوي قوي. اقول لك احنا نغير ونعملوا عيد ميلاد تونة، وبالمرة تتعرفي على الشخصيات اللي هتيجي. عيد ميلادي انا؟ ايوه، ده انا سأتقيت. نبهي عليها، مش عايزة لكلكة ولا عكعكة، عايزة موديلات اخر صيف. داليا هانم زي ما حضرتك عارفه عندها كل الموديلات مستورده،
سواء من باريس او من ايطاليا. مش الموديلات بس، الاكسسوار كمان، عايزاه على اخر موديل. اطمني حضرتك يا هاني. واخبار الكوافير ايه؟ الكوافير والمانيكير والباديكير هيكون موجودين هنا كمان ساعتين بكتير. مش عايزه اي احراج قدام الناس. طمني حضرتك وعلى مسؤوليتي الشخصيه. اوكي ميرسي. اوعى تتجاوز حدودك او تنسى انت بتتكلم مع مين. لما تسرقني تبقى انت اللي تجاوزت حدودك، وتبقى كمان ما انتش عارف انت بتتعامل مع مين. مين ده اللي سرق؟ انت سرقتني. جرايرك غلطتي يعني ان انا حبيت اطلع حسنة للسواقين بتوعك، فديتهم اسماء وعناوين التجار بتوعي، تقوم انت برضو تروح تلعب من ورايا وتورط لهم 600 طن لحوم وكبد مستوردة. طب ايه رأيك بقى ان انا هقسم لك 10,000 جنيه بس ثمن النقل والمشال، وهغرمك الباقي، يعني كده انا ليا في ذمتك 350,000. انت مجنون. ما انا عارف. عارف انك مجنون، واحسن لك اني افضل مجنون وطالب بحقي بس، بدل معقل واروح ابلغ عنك النيابه واقول ان انت بتتاجر في المواد الغذائيه منتهيه الصلاحيه، واللي مش منتهي فاضله 3-4 ايام وينتهي. انا وانت في الهوا سوا. لا يا حبيبي لا، انا راجل مشتري، وغير كده انا بلعب في 20-30 سبوبة تانية. الدور والباقي عليك انت يا حلو، يعني انت اللي هتشرف السجن لوحدك. ساعتها يا سيد هقتلك. لا 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 دري يا رجب، انت بتقول ايه؟ هتقتلني هتشرف السجن برضو، غير انك مش هتلاقي شغلانه تانية تشتغلها. انت حيوان. طب ما انا من شويتين كنت انسان. مش هدفع ولا مليم. لا 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 لا، هتدفع ورجلك فوق رقبتك. هما 100,000 مفيش غيرهم. موافق، بس بشرط. نعم. ما تعملهاش تاني. حاضر. سيجار؟ مش عايز سيجار. احسن، وفرت. الشيك، الشيك يا سيد. بس حبيت اثبت لك ان انت مش جدع. انت ايه اللي بتقوله ده يا سيد؟ ولما حرقت الشيك يا رجب حبيت اعلمك الجدعانه تبقى ازاي، بس اوعى ترجع عيل وتعملها تاني. اسمع، اي بضاعه عندك انا هشتريها، ومش هدفع فلوس. انا يدوب حدي لك اسماء وعناوين التجار اللي انا بتعامل معاهم مقابل 50% من الربح. نعم يا اخويا. تصدق وتامن بالله. لا اله الا الله. انا عارف ان انت هتفاصل معاي جاي 30%، ما هو انت برضو هتشيل حق النقل والمشال. ماشي يا سيد. ماشي. تعال هنا. نعم يا اخويا. لف وتعالى قدامي هنا. في ايه؟ ليه يا مزاج اخدك في حضني؟
وادي الدنيا.